وحول الموضوع ينضم إلينا السيد أبو بكر الهريش، عضو المجلس البلدي مصراتة وأحد أعضاء وفد المصالحة الذين زاروا مدينة صبراتة أمس. سيد أبو بكر، بداية مرحبا بك، وإلى أين وصلت جهود المصالحة لوقف النزاع المسلح في مدينة صبراتة؟ المشكلة أن جهود المصالحة الآن تنتظر في رد أحد الأطراف أو طرفي النزاع المتمثل في الغرفة المشكلة أو المكلفة من قبل المجلس الرئاسي، غرفة مكافحة تنظيم داعش. الإخوة في هذه الغرفة لم يردوا علينا بالموافقة أو عدم الموافقة على الشروط التي وقعت عليها أو وقعوا عليها الطرف الآخر اللي هم متمثل في الكتيبة 48 ومن معهم. نحن حصرنا الطلبات في الوقف الفوري إطلاق النار وحقن الدم، ثم انسحاب كافة مظاهر التسلح داخل المدينة، ثم تستلم المديرية شؤون تأمين المدينة، وبعدها ندخل على الخلافات الأخرى ونسعى في حل حالتها. الوفود طبعا، وفود المصالحة، حتى إعطاء فكرة للأخوة المشاهدين، اشتغلوا منذ 3 أيام. نحن ذهبنا أمس الجمعة فقط، فالإخوة في الجبل، الإخوة في الزنتان وصرمان والزاوية وكل المدن حتى ما ننسى حد، وحتى اللي ما جاش يتصل، اشتغلوا لهم 3 أيام. والمشكلة دائما يعودون، كل جهود تعود إلى النقطة ذاتها التي تكلمت عليها. لا أدري ما السبب، نحن لم نطلب شيء ثاني ولم ندخل في أبعاد أسباب الصراع. نحن الآن نطلب أن نحقن الدماء ونحفظ كرامة المواطن. الآن للأسف الشديد يعني تستعمل الأسلحة الثقيلة داخل البيوت وداخل الأماكن السكنية، وليس من المعقول أن أهل صبراتة هكذا يدمرون مدينتهم بأيديهم. لا يقبله عاقل، وأنا رسالتي إليهم الحقيقة لابد من الإسراع في إيقاف الصدام المسلح. طيب يعني كيف يعني كانت كيف كانت استجابة الأطراف المتنازعة هناك؟ وما هي الأسباب التي وضعوها لعدم الموافقة على الشروط التي وضعتها لجان المصالحة؟ نعم يا أختي، هو احنا طبعا حتى أكون صريح في هذا الموضوع، لم نفهم لماذا لم يوقعوا على هذا الاتفاق اللي طالب به أهل صبراتة بالكامل، ووقع عليه أحد الأطراف اللي هي قلت لك الكتيبة 48 ومن معها. لم نفهم إلى حد الآن ما السبب في التباطؤ. أمس طلبوا منا في ساعات متأخرة من الليل أنهم أعطونا فرصة ساعة حتى نرجع ونتناقش مع أطراف لم يكونوا موجودين في الاجتماع، فانتظرنا ساعة، طلبوا نصف ساعة، طلبوا إلى هذه الساعة وهم يمددون في الوقت ولا يوجد توقيع الكتيبة. يعني هل هو آمر الكتيبة الذي طلب منكم هذا الوقت للرد عليكم؟ مجموعة هي المجموعة التي حضرت من ضمنهم آمر الكتيبة طلبوا هذا الوقت، ونحن أعطيناهم هذا الوقت، وكنا متفائلين جدا ليلة البارحة أن سوف يتم التوقيع على ما تم الاتفاق عليه، ونحن لم ندخل في حيثيات أو أسباب الخلاف. نحن لم نطلب شيء، إن هل المواطن الكريم وهل الحرب تقف، نحقن الدماء. طيب، ثم بعد ذلك ندخل في أسباب الخلاف لحل حالتها. يعني نعم. طيب إلى من مثلا يتشاورون؟ يعني من المعروف أن هذه الغرف المشكلة 48، كتيبة 48، وكذلك الغرفة لمحاربة تنظيم الدولة، هي تابعة للمجلس الرئاسي، إذن الاثنين يتبعون لنفس الجهة. إذن لمن تعود هذه المشاورات حتى يكون هناك موافقة أو رفض على الشروط التي وضعت لفض النزاع؟ حتى يعني لا أتهم أحدا بشيء، أنا أعتقد هناك طرف غائب غير موجود أمامنا على الطاولة، لأنهم طلبوا منا الرجوع والتشاور مع أطراف أخرى. من هي هذه الأطراف؟ لم يفصحوا على شيء أمامنا. التخمين والظن هذا لا تبنى عليه المعلومة التي تقال في الإعلام، لكن نحن من خلال ما رأينا أمامنا هناك طرف مستعد للتوقيع المباشر لحقن دم الناس وكف الصدام المسلح، وقال بصراحة ووقع مباشرة، وهناك
طرف آخر جلسنا معه ساعات متعددة وهناك عدم وضوح رؤية في موقفه. ثم بعد ذلك عندما طلبنا منه بصراحة أننا سوف نقول للناس أن هذا الطرف لم يوقع طلب مهلة، المهلة ساعة في بدايتها للرجوع للتشاور مع بعض الأطراف، إلى حد الآن لم يتم التوقيع. نحن نتمنى يعني إذا كان في أطراف أخرى تظهر للعيان، أيضا على المجلس الرئاسي أن يتخذ موقف. نحن لا ندري ما الأسباب ولا نتهمه بشيء، لكن نحن نحتاج الآن إلى وقف الصدام المسلح، حتى يعني الصدام لحد الآن اليوم مساء موجود في صدام وفي حالة من التصعيد، وكأن هناك محاولة كسب وقت، هناك شيء في الخفاء يحدث نحن لا نعرفه. طيب. أنا أطالب من أهل سبراتة بالذات يعني هم الذين الآن يتلقون الضرر بالدرجة الأولى، وإن كنا نحن نحس بوجعهم، هم إخوتنا وأبناء وطننا. طيب. ونحن لذلك معهم الوقت في فقط سيد أبو بكر الهريش، يعني ما هي الخطوة التي سوف يتخذها لجان المصالحة في حال الرد بعدم الموافقة مثلا؟ نحن الآن ننتظر، يعني أعتقد أن ما عاش فيه وقت للانتظار أكثر، مضطرين إلى إصدار بيان واضح. هذا طبعا الإخوة الآن هناك في مدينة سبراتة، أنا رجعت إلى مدينة سبراتة بسبب ظروف بعض الجرحى وإلى آخره، لكن هناك إخوة موجودون سوف يضطرون إلى إصدار بيان لتوضيح ما حصل. نحن لا نريد أن نتراشق بالبيانات ونتخذها حقيقة ميدان صراع، المطلوب شيء يوافق عليه أي إنسان حتى كانك مخالف. نحن لا نريد منك شيئا إلا أن توقف إطلاق النار وتتراجع قليلا وتخلينا ننقذ ما يمكن إنقاذه، نضمد الجراح، نشوف المشاكل وين، فيه ناس عالقين. يعني شكرا جزيلا لك السيد أبو بكر الهريش، عضو المجلس البلدي مصراتة وأحد أعضاء وفد المصالحة الذين ساروا المدينة. شكرا جزيلا لك.